لقب ترافولتا الاول يا كابتن جه ازاي؟ لقب ترافولتا اطلق عليا وانا داخل استاد في مباراه ما حد ما كنتش بلعبها يعني. فكان في استاذ نجيب المستكاوي قاعد، استاذ عبد المجيد نعمان، استاذ احمد علام، عباس لبيب الله يرحمهم، وبنت حكم دار القاهره، وانا داخل فبتقول له بابي ترافولتا اهو. فكانت بالنسبه لنا كلها مفاجاه يعني، انها شبهتني بجون ترافولتا ايامها بقى، كان ساتردي نايت فيفر وحاجات كده. فعجبت استاذ نجيب مستكاوي واستاذ احمد علام، ومن ساعتها بقيت ترافولتا، وابتديت ترافولتا يعني المجري بقى مصطفى عبده الخطيب طبعا. الخطير ترافولتا طلعت عليا يعني. منورنا يا ترافولتا الكره المصريه.